رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد في متابعة خاصة جدا للمرحلة التانية من الانتخابات واللي ابتدت امبارح. الحقيقة يعني شفنا بعض الإيجابيات وأيضا شفنا بعض السلبيات. الإقبال يمكن أقل شوية، هل لأنه الانتخابات على يومين فاللي ما راحش امبارح عامل حساب أنه هيروح النهاردة؟ يعني تفاصيل كتير جدا وتساؤلات كتير جدا هنتكلم فيها أكتر مع ضيفنا النهاردة في نهارك سعيد الأستاذ أبو العباس محمد، مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. أهلا بحضرتك معانا. بداية كده، الإقبال امبارح كان أقل بكتير من الإقبال في أول يوم في المرحلة الأولى. نعم. شايف ده بسبب إن الناس خلاص تعبت من مدة الانتخابات، ولا علشان اكتشفنا إنه ما فيش غرامة، ولا خلاص عرفنا مين اللي كسبان فالناس مش عايزه تشارك؟ ايه؟ لا، هي المساله تدخل في اطار الحيز النفسي، بمعنى ان الناس كانت في بدايه المرحله الاولى مستنفره استنفار غير عادي نتيجه احداث التحرير، طالعه من احداث التحرير، وكان هناك يعني الشكر، كل الشكر لشباب ميدان التحرير لانهم استنفروا حزب الكنبه استنفار غير عادي، ودايما كانوا يقولوا الناس في البيوت، فالناس شعرت انها لابد ان تنزل لتؤكد انها تشارك في هذه الثوره، ولكن بطريق اخر، طريق الذهاب الى الصندوق حتى تؤكد ان هناك رغبه عارمه مليونيات وليست مليونيه واحده تذهب نحو الصناديق لتؤكد اننا قادمون الى ثوره حقيقيه، ثوره استقرار لهذا البلد. وبالتالي نزلت الملايين من الناس في المرحله الاولى بشكل احتفالي وبشكل فضولي، انهم مطمنين ان الانتخابات دي هتتم ولا مش هتتم، لان كان هناك حاله من حالات القلق والازعاج لدى الناس وكله نازل. فحينما اطمأنت الناس في المرحله الثانيه، الناس ربما تكون قسمت وقتها، الاسره قسمت وقتها بين لا انت روح النهارده انا اروح خلاص بالزبط. يعني تم معرفه المواعيد، لكن في نفس التوقيت جزء من الانخفاض يعني يعود الى سبب من الاسباب، ان بعض التيارات الاخرى التي رات ان انصار التيارات الاخرى التي رات ان حظ تياراتها السياسيه ليس كبيرا في هذه الانتخابات، وان المؤشرات تقول ان التقدم واضح ما لحزب الحريه والعداله وحزب النور وبعض الاحزاب الاخرى، فاصيبت ربما بالياس فعزفت عن المشاركه في الانتخابات، وهذه نسبه قد تصل الى 5% او 8%، وبالتالي البعض توقع ان النسبه ستكون 30% وليست 40% من المشاركه كما اشير من قبل. هذه هي الاسباب ربما التي تعود يعني حاله الياس للبعض. ايضا في نفس التوقيت في القرى تحديدا، المره الاولى القاهره بكل ما فيها من صخب وزخم وثورات وميدان التحرير والاسكندريه ميدان القائد ابراهيم، هذه الميادين التي خرجت منها الثورات وكانت هي محط انظار التجمع الهائل تماما، كان جزء منه اعلامي ضخم. احنا عندنا في المرحله دي السويس، يعني السويس برضه لا في النهايه اقاليم، بمعنى يعني اقاليم في سوهاج في بتاع، الناس هناك ليها تركيبه معينه في فكره الخروج الى الانتخابات، حاله من حالات النظام، الناس ليها اعمالها. يعني سوهاج انا بتكلم على الريف، بعد المزارع ما بيخلص حاله ممكن يروح الساعه 5، بدليل ان بعض اللجان بالامس امتدت الى الساعه 9 حينما اشتد الاقبال على الانتخابات. لكن وعلى اي حال هيكون هناك فارق في نسبه الحضور، يعني لن يتجاوز 5% او يعني 7% على حسب اخر التقديرات، اقل يعني اقل شويه، وده انا اتصور زي ما قلت لك الاسباب اللي احنا قلناها، لكن في النهايه يظل الاقبال شديد، يظل في حاله من حالات الثقه بتزداد لدى الناس انهم مقبلين على تجربه ناجحه. مزبوط. المجلس العسكري ناجح نجاح هائل فان يؤكد ثقته، يعني الناس يستعيد ثقته اكثر، وهو الفائز الوحيد والاكبر في هذه الانتخابات بالتاكيد، ليس لانه اجاد تنظيم الانتخابات وامنها، ولكن لانه ايضا نجح في ان يؤكد للناس انها انتخابات نزيهه، وان ما حدش يعني كل الشكاوى اللي انت سمعتيها وكل الملاحظات الا انها في النهايه تبدو ملاحظات هامشيه ولا تدخل في صميم وعظم العمليه الانتخابيه او تشكيك في نزاهتها او انها انتخابات ان صوتك رايح للي انت اديتيله بالفعل. هناك بعض التجاوزات يا فندم واللي يمكن كنا بنتكلم عنها في المرحلة الأولى، منها يعني بعض الحاجات اللي اتحلت بشكل بسيط في المرحلة الثانية، ومنها كان برضو في مفاجآت بالنسبة للقضاء، بالنسبة لبعض التجاوزات اللي سمعنا عنها، من ضمنها القاضي اللي كان بيروج للحرية والعدالة، وبعد كده طلعت اللجنة العليا للانتخابات قالت انه لا دي هي كانت مواطنة كفيفة فكان بيساعدها يعني مش اكتر. رأي حضرتك ايه في حاجات زي كده وتفسيرها؟ هو المرحلة الثانية شهدت بعض الظواهر، من اهم هذه الظواهر كانت
بعض الاعتداءات التي تمت على القضاة من قبل الناخبين، زي ما شفنا في بيبان بني سويف، في المنوفية حصلت بعض هذه يعني هذه المناوشات والمشاجرات، وتقريبا تم التعامل مع الناخبين. أيضا من ضمن الواقع التي حضرتك أشرت إليها فكرة التسويد، أنا وأيضا الاشتباك الذي حصل في لجنة بالصف بإطلاق الرصاص، وتم إغلاق وفي أطفيح وتم إغلاق بعض هذه اللجان. أنا شايف إن ده في النهاية طالما أنه لا يعرقل العملية الانتخابية بشكل نهائي، تعطلت لمدة ساعة أو ساعتين، لكن تظل حالة تأخير وصول القضاء هي المسألة التي يجب مناقشتها. يعني أنا قاضي في النهاية عارف إني ميعادي الساعة 8 وصندوقي موجود في اللجنة، والورق مستلمينه فكرة التأخير بيوم. فكرة الاستعداد لتلاقي يعني لاستقبال القضاة في الأقاليم، يعني حينما يعني قضاة سوهاج وصلوا الناخبون حضروا، ويعني على حسب المنشطات اللي احنا عملناها في جرايدنا الناخبون حضروا وغاب القضاة لمجرد قال ايه ان القضاة ما فيش اماكن استراحات مجهزة ليهم في سوهاج كافية تستقبلهم، فباتوا في اسيوط عشان اسيوط فيها فنادق وسوهاج ما فيهاش. فهل معقول ان اللجنة العليا للانتخابات حتى هي عارفة ان الانتخابات في التاريخ الفلاني وتحدثنا من شهور عن اجراء الانتخابات، ده انا اجر عمارة كاملة يعني وافرشها فرشه كويسه للقضاه تليق بمقامهم ومهمتهم المقدسه اللي هي مستقبل هذا الوطن، وريحهم في اليوم ده. لكن هذا الارتباك الواضح تماما يبدو انه ارتباك اداري تاريخي، بحكم ان احنا دايما عندنا حاله من العشوائيه الاداريه. وانا اتصور لجنه الانتخابات يا رب كمان لما يطلع علينا المستشار عبد المعز يقول لنا بيان صحيحه، لان المره اللي فاتت قال ان اللي صوتوا 17 مليون وتاني يوم قال لنا 14 مليون ورجع ثالث يوم قال لا هم 17 مليون. انا لغايه دلوقتي احنا عارفين ان في 3 مليون تايهين كده يعني دول وقعوا، وبعدين قال ده ارهاق. اتمنى الا يقول لنا انه ارهاق، لان في النهايه ده فريق عمل بيشتغل فريق عمل بيتم على اساسه تحديد يعني النسب وتحديد قدرات القوى السياسيه. فانا شايف ان ده كله في النهايه هو مشهد عام باخطاء اداريه، لكن تظل يعني الحسنات اكثر من السيئات في هذه العملية الانتخابية. طبعا حسنات اكتر من السيئات لانها تجربة بنعملها لاول مرة، لكن انا عايز اشير لفكرة القضاة الذين غابوا عن هذه اللجنة. هتكلم على ده، وبرضو قلت يعني انا مش بدافع عن لجنة العليا للانتخابات لان احنا محتاجة لستة شكاوى، بس هو فعليا اول مرة يعملوا ده. يعني هي اللجنة موجودة من زمان بس هم اول مرة، لانه كان دورهم انا ما اعرفش ما كانوا بيعملوا ايه في الانتخابات قبل كده حقيقي، فالمرة دي اول مرة يعملوا انتخابات. كانوا يتلقوا بلاغات وكانوا يتلقوا اوامر وكانوا يتلقوا ارشادات الى اخره، لكن المرة دي هم فعلا اول مرة بيعملوا عملية انتخابات حقيقية بتفاصيلها بكل مشاكلها. فالمشاكل كثيرة، بس في تجارب يا استاذة، في تجارب في دول اخرى، ومصر عريقة يعني انا بتكلم في 1821 حينما تاسس هذا البرلمان، ونحن اعرق دوله في البناء الديمقراطي او البناء الانتخابي تحديدا، فيعني من ايام الفراعنه. فبالتالي نحن لسنا دوله حديثه نتكلم في انتخابات، ده الانتخابات دي مزاج وغرام المصريين يعني ايوه مفهوم، بس يعني عشان بقالنا كتير مش بنمارسها، فبالتالي نسينا بتتعمل ازاي. بلاش نقول اول مره بنعملها، نسينا بتتعمل ازاي. فبس ولكن المشاكل، عدد كبير من المشاكل من ضمنها زي ما حضرتك قلت في غياب بعض القضاة. في قضاة رفضوا ان هم يروحوا بظروف الحاله، في قضاة كمان اتقال لهم النهارده انتوا رايحين بكره اسوان، ما هو يعني برضو المسافات ومفيش حجوزات طيران، مفيش. ففي اخطاء اداريه كتيره زي ما حضرتك قلت، احنا منتظرين رد. بس ال 100 قاضي اللي رفضوا المشاركه في العمليه الانتخابيه، بص هذه اشكاليه داخل الهيئات القضائيه. يعني القضاء يعني النيابه، اعضاء النيابه الاداريه لديهم شكوى، اعضاء هيئه قضايا مجلس الدوله لديهم شكوى، القضاء العادي اللي هم اللي بينتمي لهم قضاء المنصه رئيس اللجنه العليا للانتخابات، القضاء العادي، القضاء مجلس الدوله واعضاء هيئه النيابه الاداريه بيروا ان رئيس اللجنه العليا للانتخابات في توزيعهم على اللجان بيضعهم دائما في اماكن بعيده واماكن غير لائقه، في حين انه ينحاز لقضاه المنصه القضاء العادي اللي هو يعني بينتمي له المستشار عبد المعز ابراهيم. وانا اعتقد ان هذه اشكاليه نفسيه داخل هيئه القضائيه، انت لا مش قاضي، انا القاضي الاصيل وانا القاضي بتاع. وبالتالي حتى اعضاء الهيئات القضائيه حينما يعني نلتقيهم يحدثوننا دائما عن فكره ان مش القضاء، لا تكلموا عن كلمه الهيئات القضائيه. وبالتالي انا اتصور لابد من توحيد هذه المسألة، ولابد من يعني مناقشتها فيما بينهم. يعني أنا أرى الذي يقوم بالتصريح رئيس نادي القضاء المستشار أحمد الزند، في حين أنني لا أرى رئيس هيئة النيابة الإدارية أن يتحدث عن القضاة الذين ينتمون إلى هيئة النيابة الإدارية أو
رئيس نادي اعضاء هيئه قضاء الدوله، يعني الصوت الوحيد المسموع هو رئيس نادي هيئه القضاه، وبالتالي يتصور الناس ان كل القضاه ينتمون الى هذا. الى هذه الهيئه فقط دون الهيئات الاخرى، والهيئات الاخرى بالفعل انا ارى بالفعل يجب ان يكون هناك حاله من الانصاف والتوزيع العادل في جميع القضاة، وده السبب الرئيسي اللي جعل أعضاء من مجلس الدولة وهم يعني على درجة رفيعة جدا من طبعا. المستوى القضائي، يعني يعتبروا باحثين الهيئات القضائية ومفكريهم، يعني لأنهم دائما غالبية صحيح. القضايا القضاء الإداري هذا. أنا أتصور أن مناقشة هذا الأمر بوضوح مع رئيس المجلس على القضاء ومع وزير العدل الجديد حتى لا تغر النفوس أو تزداد هذه الانشقاقات ما بين الهيئات القضائية، خاصة وكان قبل الانتخابات احنا في كلنا عارفين مشاكل كتير صراعات جدا. بالظبط شديدة ما بين المحامين وبين القضاة، والحمد حقيقي لله طبعا، ان هذه الصراعات لم واحنا في تؤثر غنى في عنها المسألة. يعني، احنا نعم بصراحة في غنى عن اي صراعات.